السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دائما معكم بالعيد المنتقل الناطق الرسمي لجميع الجمعيات داخل مدينة الدار البيضاء، وكما العادة دائما مع الطونديم سحيم دا جينا أبطال جمعية منتدى در السلطان وضمن مسابقة مدينة إمين تانوت. الأبطال ديالنا ديما حاضرين. الأخ سحيم دا مبروك عليكم بهذه المسابقة ديال مدينة إمين تانوت، بغيناك تعطينا الأجواء ديالها وكيف استقبلتوا الحمام. الأخ سحيم دا السلام عليكم. السلام ورحمة الله. خويا بلادي بالنسبة للمسابقة ديال إمين تانوت، واخا اليوم كان الجو الرياح شوية مساعدة وداك الشيء، وإنما الطلقة كانت شوية فهمتي مخربقة، ديك لا راهو الحمامات الأولين كاين شوية ديكالاج بين الحمامات الأولين والحمامات اللي من وراهم. الحمد لله ديك لا رينا في توقيت الجيد، الحمد لله اللي كيتخولنا باش نحصلوا على المراتب الأولى إن شاء الله في المراتب الجميعية. وبالنسبة للمسابقة راه دازت الحمد لله، ما كاينش شي ضياع، ما كاينش تأثير تقريبا، باقيين لنا شي جوج حمامات. الحمد لله ونشكره. دابا غادي ان شاء الله الرحمن الرحيم السيمانه الجايه غادي تكون اول مسابقه بالنسبه للمسافات المتوسطه، ياك مسابقه بالنسبه للمسابقه النصف الطويل بالنسبه للجمعيه. والسيمانه الجايه ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي تكون المسابقه اللي غادي اللي كيتسنى الموالي ديال الدار البيضاء كاملين، هي ان شاء الله مسابقه تيمين تانوت من تنظيم العصبه، اللي غادي تكون ان شاء الله مسابقه اللي غيتطلق فيها عدد كبير ان شاء الله الرحمن الرحيم ديال الحمام. وكنتمنوا ان شاء الله الرحمن الرحيم نكونوا حاضرين بقوه مع الابطال ديال مدينه الدار البيضاء ان شاء الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله التوقيت الاخ سحيم اللي علمتوا به باش 10:41 دقيقه 10:41. مبروك عليكم. والطونديم ديالك ديما حاضر، الطونديم ديالك الاخ جينان تبارك الله على الاخ جينان. بغيت تعطينا الاستعدادات ديالكم في هذا الاسبوع وكيف استقبلتوا الحمام والشعور ديالكم وانتم كتفوزون بين الاوائل داخل جمعيه منتدى در السلطان، وايضا داخل الخماسي اللي كتكون من جمعيه بوسكوره، جمعيه ميمه بيضاء، جمعيه منتدى در السلطان، جمعيه حي الفرح وجمعيه القدس. واولا كنشكروا الاخ العيد اللي طلعت لنا اليوم قام بهذه الزياره هذه، وكيف ما جميع المسابقات الاخ العيد، انما الاجواء اليوم كانت شويه ما مساعداش الحمام، كان ريح دافع وكان الجو مرونه الاخ بالعين. والحمد لله تمكنا باش نديكلاري واحد الحمامه اللي في توقيت جيد الاخ بالعين. اما بالنسبه للبريباراسيون عادي كيف ما ديما الاخ بالعين، وكنتمناو التوفيق خويا بالعين في السباقات القادمه ان شاء الله. اول كونترول في هذا الموسم، ثاني كونترول بعد ما درنا كونترول ديال الاخ شروق، ثاني كونترول بالنسبه لهذا الموسم دائما مع طونديم العالمي سحيم دا جينان. كنقدموا التحيه للاخوان اللي في المجر، الاخ زهير جمال، الاخ هشام فهمان في ديار ايطاليه، الاخ يوسف الصديقي، الاخ ذكي الطيبي، وجميع الاخوان اللي في بلاد المجر، والاخوان اللي في ديار قطريه، الاخ يونس العزوا، وجميع الاصدقاء والاحباب من طنجه للهويره الاخ بالعين. وتحيه للبطل الكبير ضروري ضروري ابو سعيد. وكنتمنوا التوفيق في السباقات القادمه الاخ بالعيد. دابا عاد غيبدا الجدة الاخ بالعيد، هذاك الشيء من جده وجده ومن زرع حسده، غادي تنافس ابطال في مدينه الدار البيضاء. راه الناس كاملين في المدن المجاوره كيعرفونا في الدار البيضاء، راه عندها واحد الوزن ثقيل في هوايه الحمام الاخ بالعيد، والابطال ديالها راه من طينه الكبار. وكنتمنى الحظ يوفقنا ان شاء الله ونتنافسوا مع هاد الابطال، وكنتمنى ان عصبه الدار البيضاء الثقافيه ان شاء الله كبرى في المجال ديال السباقات الاخ بالعيد، وتكون النزاهيه والشفافيه والمصداقيه، وتكون الفرجه والمتعه الاخ بالعيد. داكشي اللي كاين الاخ سحيم، يمكن لك تورينا الحمامه اللي علنتوا عليها باش نوريكو لتذكره. كنشكر جميع الاخوان ديالنا اللي كتواجدوا بالوطن العربي، خاصه دولة قطر اللي كتواجدوا بها للابطال ديالنا يونس العزوا، الاخ ترابي تولي اللي التحق بالمجموعه في تقريبا واحد 15 يوم هذه، والاخ يونس ساوا، وجميع الاخوان ديالنا والاخوان الريطي الاسم ديالو يسمح لينا جميع. هذه الحمامه الاخ ذكر الاخ ياك ذكر تبارك الله الله يسخر، ذكر 2014 2014 عنده شي انجاز الاخ سحيم دا عنده برومي في واحد الشماعيه كانت دازت قاصحه دار فيها الحمام شي 3 سوايع ونص. حنا ديك لارينا برومي دوزيام تروازيام كنذكر حتى للمرتبه الاولى. وبالنسبه للسلاله الاخوات والعمات وداك الشيء، الاخ ديالو عنده تقريبا شي 12 بري، فعنده شي 9 في الجمعيه وعنده شي 3 في العصبه. 9 في الجمعيه و 3 في العصبه. تبارك الله. وخو دي دوزيام اسبيجون في دومي فون
مدي في العصبه كان واحد العام كلاسه دوزيام تاكانت في الجمعيه عندنا وكلاسه سانكيام في الاتحاد، والعام اللي من وراه كان كلاسه عاوتاني دوزيام ولا جرار الدبري عاوتاني في العصبه، والعام اللي من وراه كان عاوتاني كلاسه دوزيام ولا مع تروازيام تروازيام ولا جرار عاوتاني بري في العصبه، كنضرب برومي بويكرا عاوتاني الدبري في العصبه، وعندو شي ثلاثه ولا البريات ولا اربعه في العصبه. تبارك الله، كل موسم ضروري بصمه ديالو هاد السلاله. يعني بالنسبه للسلاله ديالو يمكن لك تقول لنا السلاله ديالو بالضبط؟ صراحه الخدمه ديالنا في تقريبا واحد الكاتريام جينيراسيون ديال تقريبا شي 90% ديالكم انتم. تبارك الله. الاصل ديالو هذا واحد البرتغالي كان عندنا، واحد البرتغالي تبارك الله عطى بزاف ديال الابطال الله يسخر، وفيه من الحمام القديم فيه سبيريت، في واحد فرنساوي ايتيان ديفوس، في واحد كونسونغينيتي ديال واحد البور ديال واحد الصديق ديالنا اللي كنشكرو حتى هو اخي يوسف بكري من اسفي. اييه بكري تحيه ليه. واحد كونسونغينيتي مو كونسونغينيتي ديال واحد البور كان عنده حتى هو تبارك الله عاطي ابطال، وهذه هي السلاله اللي فيها الاخ بلعي. تبارك الله عطى الله ميت قال في هذه السلاله سلاله جيده وعريقه. سلاله تبارك الله اللي كل عام تبارك الله كنديكلاريو كاع. وحققت شي انجازات في مدينه ديال اسفي حتى هي وقعت السلاله. تبارك الله ديك البرتغالي راه عطاه في المسافه وعطاه في الدومي فون تبارك الله حمامه في المستوى تبارك الله. تبارك الله عليكم. وزنا عليه البرتغالي ديالنا تبارك الله راه عاطيه جوائز لا تعد ولا تحصى. ولا تحصى عند دائما عند الابطال الطونديم العالمي. سحيم دا جنان، وكما كتشاهدوا معنا الاخوان اللوفت اللوفت الجيد بالنسبه لهاد الابطال هادو طونديم سحيم دا جنان. عندنا جمعيه منتدى ضرب السلطان ومن الاوائل داخل كما قلنا من قبل داخل المجموعه الخماسي اللي كتكون من جمعيه الامامه، جمعيه بوسكوره، جمعيه منتدى ضرب السلطان، جمعيه حي فرح، وجمعيه القوت. تبارك الله عليكم الاخوان. كاين شي اضافه الاخ جنان؟ جميع المسابقه الاخوان داخل معنا في هذا الخماسي كنقولوا الف الف مبروك لجميع الاخوه. اخ سحيم دا شي اضافه؟ اش نقول اخ بالعيد، نتمنى ان شاء الله الرحمن الرحيم المسابقات اللي غادي تكون من طرف العصبه تكون ان شاء الله مسابقات تكون منظمه بطريقه جيده فهمتي، وتكون الامور مضبوطه باش ان شاء الله تكون الفرجه والمتعه. بغينا ان شاء الله نلعبوا في واحد العدد اللي هو كبير ان شاء الله الرحمن الرحيم، وكنتمناو ان شاء الله حنا نكونوا ان شاء الله من الابطال اللي يبصموا ان شاء الله. الحمد لله جمعيه منتدى ضرب السلطان كاين شي تحسن كاين شي؟ الحمد لله بخير اللهم لك الحمد. الحمد لله الاخ زمو تا هو خدام. خدام الاخ زمو. جميع زمو امين المال جميع المكتب المسير. ديال المكتب تبارك الله مكتب مزيان هذا العام تبارك الله الدراري خدامين والله يسخر، كنتمناو حنا الامور تدوز مزيانه وكل شيء بخير. الحمد لله كنشكركم الاخ جنان. من العيد على الزياره كنشكرك على الكونترول. كنتمنوا لك التوفيق في المسار الرياضي ان شاء الله. ان شاء الله الاسبوع القادم تكون ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. تبارك الله عليكم، كنشكركم بزاف على حسن الاستقبال والترحيب والضيافه، ودائما معكم بالعيد منتج الناطق الرسمي لجميع الجمعيات وجميع الابطال داخل مدينه الدار البيضاء. الى اللقاء.